اهلا وسهلا اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اخباركم؟ كلشي مزيان؟ اليوم ان شاء الله فيديو جديد على القناه. كانوا جاو عندي صحاباتي هكا في النهايه ديال السنه الدراسيه، بغينا نتجمعوا لان كاين اللي باغي يسافر، كاين كل واحد وفين غادي يمشي عطله هادي، وبغيت نتقاسم معاكم يعني لقطات هكا من النهار ديالنا كيفاش دوزناه. حنا عادة كنجمعوا الصباح، يعني كنديروا الفطور وكن يعني نجلسوا عاود نديروا الغداء، ومن بعدها عادة كنمشيو مجموعين باش كل واحدة تمشي تجيب وليداتها من المدرسة، يعني كنبروفيتيو في داك النهار كيفاش كيدوز هكا، يعني نضحكوا شوية ونغيروا الجو خصوصا في الغربة راكم عارفين. ومن هنيت يعني هاد الجمعية هاد او هاد اللي كنجمعوا مع بعضنا راه بحال الصداقة، يعني كتحيد بزاف ديال الحوايج من الطريق، يعني ماشي للضرورة تيكون العائلة وإنما حتى الأصدقاء، راه حتى هما راه كيلعبوا دور كبير في الحياة، كنتوانسوا مع بعضنا، كنساعدوا بعضياتنا في شي حوايج ربما يعني واخا غير أقل الأشياء. المهم الصديقة واخا غير تواسيك إلا كانت عندك شي حاجة أو لا شي مرضى أو لا هادي، يعني الأصدقاء راه ماشي بالسهل في هذا الزمن، هذا راه صعيب بزاف باش تلقاي صديقة يعني ديال بصح، يعني معنى الصداقة قليل اللي كيعرفوه في هاد الزمان هذا. وكما لاحظتوا هنا كنت كنحضر في واحد المسمن او ملوي، درت غزال البنات، هنا درت العجينة العادية كما كتعرفوا، عجنته في الخلاط كما تقاسمتو معاكم في القناة ديالي، راه دايره فيديو خاص على المسمن اللي ديال الخلاط، اللي صراحة كيجي زوين بزاف. وهنا درت الملوي، واحد الطريقة كنت شفتها وعجباتني وفعلا طبقتها لقيتها ناجحة، كتاخدو الخميرة ديال الخبز كدوبوها في شوية ديال الماء، ومني كتديرو ديك العجين كويرات كدهنو بها من الفوق، ماشي كديروها من الاول، غير كدهنو غير شوية غير بحال كتقيسو العجينة، وكتخليوها تقريبا يعني غير شوية تقريبا واحد 3 دقائق، ومن بعدها كتسرحوها بهذا الشكل. هذا ملوي ساهل ماهل، يعني ما فيه حتى شي تعب او لا شي مجهود، يعني كنسرحوا العجين، كرة ديال العجين على شكل مستطيل لاحظوا، وكنطويها على جوج وصافي، وكندلوي فيها بهذا الشكل هذا، كناخد جناب وكنجمع العجين، يعني طريقة سهلة وبسيطة، يعني ماشي اللي خصوصا البنات اللي هكا ما كيستقشهم الملوي، هاد الطريقه راه سهله وبسيطه. انا غادي نعاود معاكم الطريقه من جديد، يعني كنسرح العجينه على شكل مستطيل هاد الشكل هذا، ما كترقوه مزيان، ومن بعد كترشو بالزبده وكترشو بالدقيق ديال الفينو. انا البنات العجينه ديال المسمن ما استعملتش الفينو في العجينه، كانت قاعدة ليا، استعملت السميدة، ولكن مع الميكسور يعني من درتها في الميكسور او الخلاط راها يعني كتطحن كتولي بحالها بحال الشكل ديال الدقيق ديال الفينو، لاحظوا معايا هنا خليته ارتاح شوية، والمسمن او الملوي باش يجيكم زوين قد ما اخدر راحة ديالو قد ما كيجي زوين، هذه اكيدة. لاحظوا معايا كيفاش العجينة يعني كيطلعوا فيها دوك المبيبلات او فقاعات، يعني هذا يعني باللي بالمسمن او الملوي العجينه ديالو راها زوينه. وهنا كنا بدينا كنوجدو في الفطور، يعني ملي دينا وليداتنا من المدرسه ورجعنا، هنا كان صاحبتي جابت لي هاد الخبيزات هادو بهاد الشكل، او فطائر يعني بحال شكل الفوكاشيا، ولكن ماشي فوكاشيا، هي دايره فيها المعدنوس والفرماج، وما نقولش لكم البنات على المذاق ديالها كيفاش جا رائع، عجبتني انا، فطرت بها تقريبا غير هي، العجينه ديالها كتكون يعني مدايره بزاف خفيفه. وهنا بديت كنوجد في الفطور، اكيد صحاباتي حتى هما كيعاونوني مني كنبدا نقعد داكشي، ولكن معظم الاشياء قديتها قبل ما نخرج نجيب ولادي باش هكا ملي نجيو ما تكونش دايره بينا الروينه، ويكون داكشي يعني مقعد ومتول، ما تكونش الروينه دايره، يعني دائما كل سيده يعني كت اورغانيزي هكا الاشياء ديالها كيفاش تصايبها، يعني كل وحده عارفه كيفاش تخدم في المنزل ديالها بطريقتها. المهم اللي تقعد اللي كتقاد وكتصبر كنديرها، وكنديرها في الثلاجه حتى يعني كنجي وكنحطها، واكيد المسمن
والبغرير وهادشي ما تبقى حتى كنجي اكيد لانني خصني نسخنو. وهنا كنت استعملت الحمص، يعني درته في الطبسيل ودرت لي شويه ديال زيت الزيتون، ودرت لي هاد الفلفل الاحمر الحار اللي كيجي زوين معاه. ممكن لكم تستعملوا الفلفل الاحمر يعني الحلو. وهنا صحاباتي كانوا كيوجدوا في الطبلة، يعني كلينا غير في الطبلة في الصالة قصيرة هكا قرابين مجموعين حدا التلفازة، وكانوا صحاباتي الاخرين وانا كنوجدوا في يعني كنسخنوا في اللي يتسخن وكنهضروا. كنا شجنا هكا كنهضروا معاكم، ولكن عقبت مسحته لان كانوا بانوا الوليدات. مسحت لان يوتيوب كان منع باللي الاطفال الصغار انهم يظهروا في اليوتيوب، يعني اقل من 5 سنوات. هذه ما كنتش عارفها، ولكن من عرفتها يعني خصكم البنات اللي عندهم قنوات يعني يردوا البال. وكنا سخنا هاد الفطائر هادو اللي جابت الصديقة ديالي، قطعتهم هكا على شكل مثلث. الصراحة عجبتني العجينة، وانا من الناس اللي عجبتني الوصفة، يعني ما كنحشمش، كنقول للبنت شنو درتي فيها. يعني طريقة العجين ديالها في شكل ديال الفوكاشيا تماما، ما كاينش فرق، غير هي دارت لها الفرماج والمعدنوس. كتجي العجينة ديالها زوينة وخفيفة وغادا تعجبكم اكيد. ما يمكن لكم تستعملوها حتى الشكل ديال الفوكاشيا، ديروا لها الزيتون والطماطم. وهنا تقريبا الطبلة وجدات، يعني حطينا الزيتون، المهم شلاها دار الخيار، هذيك الكيكة كنت مقطعاها ودايراها في الطبيصلات. المهم كل شيء راح، المهم صحاباتي ماشي برانيات، يعني هذا ماشي هاد الاعراض هادي ما مخطينش ليها، جات غير هكاك يعني صدفة. الحمد لله ضحكنا ونشطنا، المهم اننا غيرنا الجو. ان شاء الله اكيد مازال نجمعوا، مازال تشوفوا نقعدوا هكا جلسات اللي يكونوا مقعدين ومتولين اكثر. المهم في يعني في الصداقة ديالنا او في الجمع ديالنا ماشي بالضرورة اننا ناكلوا، راه كلنا نشربوا غير كويز اتاي، ولكن الصداقة مبنية على بزاف ديال الحوايج. ولكن ما فيها باس هكا مرة مرة كل وحدة دير مجهود، يعني الانسان كيدير بعضياته كيكون داك الصداقه اللي كتكون طيبه ومبنيه على يعني الصداقات بصح. لان فعلا انا كنقولها لان كنقرا بزاف ديال يعني المواقع، وهذا ان صداقه ما بقاتش وهذه، ولكن باقي بنات الناس اكيد. غير خاص الانسان حتى هو يدير محاوله ويدير، وحتى هو يكون داير مجهود في الصداقه ديالو. يعني ماشي دائما تنتظر من الاخرين وتنتظر ان الصديق ديالك هو اللي يدير شي حاجه، خاصك حتى انت دير مبادره باش هكا يكون عندك اصدقاء. ماشي الانسان منعزل وكيقول لك ما كاينش اصدقاء، هذا لانك انت يمكن خارج من وسطهم، او لا يعني الصداقه كتبغي حتى هي بزاف الحوايج، يعني خاصك حتى انت دير مبادره، ماشي تستنى غير هما يديروا معاك هما يا مبادره وصافي. حتى انت كما كيقول واحد المثل واحد المثل شعبي، ولكن مشى ليا بالضبط. ما بغيت كي تفكر مزيان والله الا مشى البنات، بغيت نقول لكم واحد المثل ما مشى. المهم الصداقة دائما الانسان خاصو، يعني الخلاصة خاصك دير الخير باش يديروا معاك الناس الخير، او دير حاجه زوينه باش تكونها حتى انت يديروا معاك زوين. اما باش تنتظر دائما من الناس راه مستحيل، لان غادي يهربوا منك، غادي تكون منعزل، وخا يبقاو معاك مده غيبقاو يشوفوا فيك واحد النظره، يعني يقولوا هاد الانسان المهم كاين واحد الفتور هكا كيكون بين يعني بين الناس، سوى لا كانوا عارفين ان عندك شي ظروف، هذا اكيد. ولكن الا كانت الظروف ديالك عاديه حتى انت خصك دير مبادرة من عندك، ما فيها باس، وهادشي راه فيه الأجر البنات، والله العظيم إلا فيه الأجر. يعني صدقة وخصوصا هكا الجمعة ولا هذا راه مزيان وكتحيد بزاف على. وهنا كنت كنوجد في كسكسو، وكنت كندير اللحم كيتقلى، وصاحبتي راها كانت حدايا كتعمر في الماكينة ديال المواعن، يعني الحاجة اللي تحيد دايرتها تما. وهنا تقريبا راه فطرنا وسالينا، كانوا الوليدات كيلعبوا، كنحاول معاهم كنحيدهم قدام الكاميرا كي كيجيو. عمر كان عامر هاد البيسين الصغير هذا ديال ولدي،
المهم كيتلهاو شويه في الطراز، وبديت كنوجد في الكسكسو يعني الخضره اللي خصها الدار اللي كدي الطياب لي الشو، و يعني ولفت. واخا الخضره ديال هنا البنات راه ماشي طيابه، يعني ما كتبغيش طياب بزاف، انا غالبا في الكسكسو كنرميها كامله مع بعضها، يعني غير بالترتيب، مثلا لفت لتحت الخيزو مع ديك القرعه الخضراء القرعه الحمراء، المهم داكشي كيكون الترتيب، وكنديرو على نار اللي تكون متوسطه ما تكونش عاليه، وكنرمي الخضره مع الكسكسو لان الكسكسو كيكون ديجا مكسكس، يعني ما كياخدش بزاف ديال الطياب ماشي بحال العادي. وهنا حاولت نقسم لانني كنت طيبت اللحم في الكوكوط نص طيبه باش هكا ما يصعبش عليا، باش يبقى لنا الوقت، لان راكو عارفين ملي كيكون الانسان كيهضر وكيتحاور وكيضحك وهذا كيدي كيدي الوقت، والثلاثه بالزربه كتوصل، يعني ما نجيو فين نجمعوا الطبله ديال الفطور غادي يكون الوقت وصال واللحم كياخد طياب. انا طيبت اللحم من قبل، وحتى التفايح راني كنت كنخليها حتى تشرب داك الصوص ديالها وتوقف فيه، وانا كيعجبني اللون ديالها يكون هكاك اللون مارو فونسي وتكون يعني دبالت وداكشي. وهذا هو الكسكسو ديالنا، ما نقولش لكم البنات، اكيد البنات انا صحاباتي غاديين يشوفوه جابنين بزاف، درت له السمن الحار وداكشي ديال المهم قصريه تقليديه 100%، وبنينه جمعنا عليها وفرحنا وضحكنا، يعني بلا بروتوكول ولا تقاليد ولا هادي، المهم كانش عندنا الوقت، حنا كناكلو هنا بسرعه لان ولادنا كانوا قربوا يخرجوا من المدرسه، يعني باش يلا ناخدو الترامات وكل واحد فين يمشي، وكان داك النهار حراره من الحراره هاد يومين هذا راه بزاف كاع كتيره، كانوا صحاباتي جابوا لي هكا كادوات، المهم ما كاين حتى شي مناسبه فين هما، يعني لطف منهم واخا ما بغيتهمش يعني يجيبوهم، ما بيناتناش يعني فين ما يجي الانسان عند شي حد يجيب له كادو، ولكن هما داروا هاد لو جيست كنشكرهم عليه بزاف. انا كانت صديقه ديالي جابت لي هاد لي بلونط صغيورين صراحه زوينين، وهكا يجيو في الكوزينه كنشكرها، وكانت صديقه ديالي الاخرى حتى هي نفس الشيء جابت لي واحد الكادو. وخا البنات راه يعني ماشي بيناتنا نجمعوا باش يكون عندنا باش كل وحده تجيب وحده، هذا غير انا ما بغيتهمش كاع يجيبوهم، وانما كنقول البنات يعني ماشي ضروره تيكونوا صحابات مع بعضياتهم باش يجيبوا بعضياتهم كادوات. ما كنشجعش انا على هذا يعني على هذا الشيء، لان كل واحد وظروف ديالو يعني الله يكون في العون، ولكن كما قلت لكم كيبقى غير لو جيست مره مره، ماشي عيب. المهم كنشكر صحاباتي بزاف، وهنا كنت كنفتح في الكادو اللي جات لي الصديقه ديالي، صراحه كان زوين، وما عنديش انا هاد بحال هاد المبيخرات هادو، كانت عندي غير وحده قديمه وكنت ناويه ناخد واحد الوحده، ولكن جابت لي هادي حتى هي زوينه. وهذا هو الكادو، صراحة زوين زوين بزاف، والله يجيها الخير ان شاء الله، ردوا ليها ساعة الخير. انا كنحلو باش نوري لكم هكا بالتفصيل، واخا هي ما غاداش تبغيني هكا باش نبقى نبين، لان يعني كتقول كادو صافي، ولكن بغيت نبارطاجي مع البنات يعني باللي راه كيكون هكا هاد بحال هاد الصداقات اللي كتكون، واخا البنات راه كنزيد ناكد راه الصداقه ماشي مزيانه هكا يعني تا تجيبي ليا ولا نجيب ليك، ولكن كما قلت لكم هذا غير لو جيست هكا داروه، واخا انا ما بغيتوش، قلت لهم مادام قلنا قررنا حتى لاخر لحظه نجمعو هكا عندي، قلت ليها يعني ما كيلاش جيبي شي حاجه، كنشكرها بزاف صراحة زوينين، النايضر ديالهم راقي،
يعني كل وحدة وشنو ديري فيها؟ بخرات زوينين. كنشكرها من هنا، وكنتمنى البنات ان هذا الفيديو يعجبكم، واذا عجبكم اكيد ما تنسونيش من اللايكات ديالكم، بارطاج مع الاصدقاء والاحباب والناس اللي كيبغوا الوصفات. اكيد الله تبارك الله كاين الوصفات، يلا حطيتهم جداد في القناة، كنتمنى انهم يعجبوكم، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر، وبسلام عليكم.